أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مواصلة هذه الدورة المباركة، دورة الإترجة، وبين يدينا هذا اليوم سورتين مكيتين تمثلان الواقع الذي نعيشه ويعيشه إخواننا في بقاع من الأرض، وهما سورة العنكبوت وسورة الروم. أريد أن أقف وقفة مقدمة السورة قبل أن نسمع من أخينا الآيات الأولى. سورة العنكبوت سورة مكية، إلا أن بعض المفسرين ذكروا أن بعضاً من آياتها مدني، والغالب أنها مكية. وسبب الخلاف في بعض آياتها أنها نزلت في آخر العهد المكي تهيئة للمؤمنين للهجرة والصبر على أذى المشركين مما أصابهم فيه من الأذى، ولهذا يمكن أن يقال أنها آخر سورة نزلت في العهد المكي، وقيل أن آخر سورة هي سورة المطففين. ويظهر ذلك من مقصدها الذي تقوم عليه وتركز آياتها عليه، وهي أن السورة تركز على تثبيت المؤمنين في فتنة المشركين لهم وصدهم عن الإسلام والهجرة. فإن السورة تركز على هذا الأمر، وهو تثبيت المؤمنين خصوصاً المستضعفين في دينهم بما يلاقونه من أذى المشركين وصدهم عن الإسلام أو منعهم من الهجرة وأذيتهم وتعذيب ضعفائهم. وفيها أيضاً الأمر المؤمنين هؤلاء بالمجاهدة في الدين والصبر على أمر الله تعالى حتى يأتي أمره تعالى والعاقبة لهم. ولذلك نلحظ أنه تكرر فيها لفظ المجاهدة. قال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى: وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ففيها تثبيت للمؤمنين بالصبر، تثبيت للمؤمنين المستضعفين بالصبر، والصبر على أمر الله تعالى والصبر على دينه والصبر على ما يلاقونه من المشركين. في مقابل ذلك أيضا ظهر فيها توهين المشركين وتوهين شركهم وأصنامهم، وأنهم ليسوا على شيء، وذلك لإزالة ما في نفوس المؤمنين من رهبة منهم، وإزالة ما في نفوس المشركين مما أظهروه في أنفسهم من العز والكبرياء، وبيان أنهم ليسوا على شيء، وأن دينهم وملتهم شركهم مضمحل زائن لا محالة، وأنهم في مثل هذه الحال في عبادة الأصنام وما يعتقدونها فيها كبيت العنكبوت الواهي الذي لا يستمسك، بل هو خيوط تتمزق بأدنى حراك وأدنى ريح،
بيان أن بيوتهم متشتتة كتشتت العنكبوت ومتفرقة كما سيظهر في بيان آية العنكبوت. إذن باختصار هذه السورة تبين حقيقة الفتنة في الدين وأمر المؤمنين بالصبر، وبيان في مقابل ذلك توهين أمر الشرك ومعبوداته ومنها الأصنام. يقول الله عز وجل في مفتتح هذه السورة ألف لام ميم، وهذه السورة من السورة التي افتتحت بالحروف الهجاء المقطعة، مما يظهر أن فيها تحدي للمشركين. والعجيب أن هذه السورة وسورة الروم افتتحت بألف لام ميم، لكنها لم تعقب الحروف المقطعة بذكر الكتاب المبين، فإن غالب السور التي افتتحت بالحروف المقطعة عقبت بالحديث عن القرآن إلا هاتين السورتين، وخصوصا ألف لام ميم وسورة نون. السر في ذلك والله تعالى أعلم أن هاتين السورتين فيهما تحد للمشركين من نوع آخر، فهو تحد لإبطال دينهم وشركهم ومعبوداتهم، وبيان أن دين الحق ظاهر وإن استضعفوه. ولذلك اجتمعت هاتان السورتان سورة العنكبوت والروم بمقصد متقارب كما سيأتي. وهذه السورة أيها الإخوة يقرأها المؤمن المبتلى في دينه، هذه السورة يقرأها المؤمن الذي يبتلى في دينه ويلاقي في دينه بلاء وفتنة من أعداء الله عز وجل أو من غيرهم، فهذه السورة توطن في قلبه الإيمان وتحثه على الصبر والمجاهدة والجهاد، فما أعظمها في مثل هذا الوقت الذي نعيشه ونحن وإخواننا في بلدان شتى متفرقة يلاقون ما يلاقون من البلاء والفتنة من أعداء الله عز وجل، وخاصة ما يلاقيه إخواننا هذه الأيام في سوريا من الفتنة والبلاء العظيم الذي يحتاجون فيه إلى أن يرتبطوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيزيدهم بذلك ثباتا وصبرا ويقينا بأن الله معهم، وبيانا بأن الله موهن كيد الكافرين، وأن ما هم فيه من طغيان إنما هو كفقاعة تكاد تزول بإذن الله وقدرته وأمره. يقول الله عز وجل ألف لام ميم، ذكرنا أن هذا الافتتاح فيه تحد للمشركين ببيان توهين أمرهم وشركهم، وفيه في مقابل ذلك إشارة للمؤمنين بغلبة أمرهم وأن الله معهم وناصرهم وممكن لهم. ثم قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والمقصود بالناس هنا هم المؤمنون، فكأن الله تعالى يبين سنة من سننه في الناس تثبيتا للمؤمنين وتهوين الأمر في نفوسهم، وأن هذا أمرا ليس هو حاصل واقع عليكم فقط، وإنما هو من أمر الله عز وجل مع عباده من قبل. قال الله حسب الناس أن يتركوا أن يتركهم المشركون على ما هم عليه من دين، يعني كيف يحسب الناس أن يقوموا بدين الله ويخالفوا أمر قومهم المشركين ولا يصيبهم أذى؟ هذا أمر في الأصل أنه واقع من الطبيعي أن يلاقي الإنسان الفتنة والبلاء في مخالفة قومه الظاهرين في أمرهم، فهذا الأمر من الطبيعي، بل هو أمر من سنة الله تعالى، فليس ذلك بعجيب. قال الله تعالى أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يفتنون في دينهم. والفتنة في الدين هنا تشمل ماذا؟ تشمل السعي في صرفهم عن دينهم، صد
السعي في التضييق عليهم وتعذيبهم أخذ أموالهم إلى غير ذلك، فكل ذلك داخل في قوله وهم لا يفتنون، أي لا يفتنون في دينهم. ولذلك لم يذكر المفعول للفتنة لإطلاقه، فهم يفتنون في أمر دين في أي أمر وفي أي حال من الأحوال. فيدخل في ذلك أنواعا من الفتنة، منها المنع من الهجرة أو العذاب أو التضييق أو أخذ الأموال ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما غرض هذه الآية؟ غرض هذه الآية بارك الله فيكم هو بيان أن هذا من سنة الأولين، وأنهم قد فتنوا في دينهم كما فتن المؤمنون من هذه الأمة. مثل من؟ مثل من؟ من يذكر لي مثالا؟ لا، قبل هذه الأمة أصحاب الأخدود الذين فتنوا في دين فتنة عظيمة، ربما أنها أشد، بل هي أشد مما لقيه الصحابة، إذ أنهم فتنوا بإلقائهم بالنار في مقابل تمسكهم بدينهم. فهذا مما يخفف على المؤمن هذا البلاء الذي يعيشه. ولذلك قال الله تعالى في تلك السورة إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فهي من أعظم الفتنة أن يواجه الإنسان الموت في مقابل صبره على دينه. وغيره أيضا، نعم، أصحاب الكهف أيضا فتنوا في دينهم بأن هاجروا وتركوا قومهم وأهلهم وصبروا على ذلك، وغير ذلك مما تذكره السير والآيات. قال الله عز وجل ولقد فتنا، لم يقل ولقد فتنا، نسبة الفتنة إلى الله دليل على أن هذه سنة إلهية. لماذا؟ للتمييز، وأن الإنسان المؤمن لابد أن يميز، لابد أن يمحص، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فنسبة الفتنة إلى الله هنا للإثبات أن هذا أمر من سنة الله. وفيه أيضا إشارة إلى أنه هو القادر سبحانه وتعالى على صرف هذه الفتنة عنهم، مما يستلزم عليهم إيش؟ الصبر والالتجاء إلى الله ودعاء الله عز وجل أن يصرف عنهم هذه الفتنة، دعاء الله أن يصرف عنهم هذه الفتنة. ففي مقابل يقينهم بالله وصبرهم يسألون الله تعالى أن يصرف عنهم، وذلك كما دعا موسى عليه السلام ربه بقوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فموسى عليه السلام دعا ربه أن يزيل أمر فرعون بعد أن فتن قومه. وفي هذا مما يفيد أيها الإخوة أن الإنسان إذا دعا الله وهو مظلوم أن يذكر في دعوته ما يلقيه من البلاء وما فعله أولئك الظلمة الطغاة في ظلمهم وطغيانهم، يعني يذكر سبب التجائه إلى الله لربه وربه أعلم، لكن ذلك فيه إظهار يعني في استضعاف بين يدي الله عز وجل في ذكر سبب الدعاء من موجبات الإجابة بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله، يعني هنا بيان أن الله عز وجل سيعلم العاقبة وليعلم وليظهر بعد هذه الفتنة أمر الصادقين وأمر الكاذبين. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، كرر ذلك لأن الأمر يحتاج إلى تمييز بين الفريقين، فهذه الحكمة في الفتنة تمييز بين الفريقين. ثم تأملوا أيها الإخوة أنه وصف المؤمنين بقوله الذين صدقوا
والكاذبين بقوله وليعلمن الكاذبين. لماذا وصف المؤمنين بقوله الذين صدقوا ولم يقل الصادقين؟ ليعلمن الله الصادقين. ما الفرق بين الذين صدقوا وبين قوله الصادقين؟ لا شك والله أعلم أن التعبير بقوله الذين صدقوا يعني الذين تمكن الصدق فيهم، الذين تمكن الصدق فيهم وترسخ بعد الفتنة وتيقن فيهم. هم مؤمنون، هم مؤمنون، لكنهم بعد الفتنة أشد إيمانا وتمسكا وصدقا. فكأن الله تعالى يقول فليعلمن الله الذين رسخ الصدق في قلوبهم والإيمان، ولذلك عبر هنا بالصدق دون الإيمان والله أعلم، ليدل على أن المقصود رسوخه وثبوته. ثم قال الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هذه الآية أيها الإخوة زجر للكافرين الذين فتنوا المؤمنين، وهو وعد بأن الله بأنهم لا يفلتون من أمر الله عز وجل وإرادته وقدرته. أم حسب الذين يعملون السيئات، ماذا ما هي السيئات التي يعملونها؟ ها، هي الكفر أولا، وأذية المؤمنين، فتنة المؤمنين ومشاقتهم، كل ذلك من عمل السيئات. فهم قال يعملون، والفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد، أي أنهم يعملون السيئات مستمرة ومتنوعة، فأعظم أعمالهم الكفر ومنها أيضا أذيتهم للمؤمنين. قال الله تعالى أن يسبقونا، والسبق يراد به الانفلات والنجاة، يعني أن ينجون من أمرنا وعذابنا وقدرتنا. ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقدرونه ويظنونه، يعني هم يظنون أنهم لن يقدر عليهم أحد، ولذلك يحكمون بالأمر الذي يريدونه ويظنون أن حكمهم نافذ. ولهذا قال الله تعالى ساء ما يحكمون، مع أن المقصود ساء ما يظنونه، لكن لما بلغ بهم الأمر إلى الكبرياء والسطوة ظنوا أن الحكم لهم والأمر لهم. وهذا أيها الإخوة واقع أو مشاهد في الواقع الذي نعيشه الآن. ترون أولئك الذين يفتنون المؤمنين من الطغاة والمجرمين كيف أنهم يتصرفون وكأن الأمر لهم، وكأن الله عز وجل غير قادر عليهم، بل إنهم والعياذ بالله يجترئون على الذات الإلهية ويستهزئون ويسخرون بشعائر الدين وبعباد الله الصالحين. وذلك ظاهر في مثل ذلك في ما يحصل الآن في سوريا، حتى بلغ بهم يعني الجرأة إلى التعدي على الذات الإلهية كما صرح بذلك أحد ساستهم قبل يومين. وهذا مؤذن بإذن الله تعالى بسقوطهم، السقوط المهين الذي سيجعلهم عبرة للعالمين بإذن الله تعالى. لكننا لا نظن إخواني الكرام أن سطوتهم وتصريحاتهم التي تدل على في ظاهرها القوة والتمكن أنها في الواقع يعني لا حقيقة لها، كما رأينا وسمعنا من قبل في شأن طاغت ليبيا أو غيره، كيف أنه كان يهذي بما لا يدري، يزعم أنه ملك الدنيا ووصف الناس ووصمهم بأنهم جرذان، فإذا هو قد أصبح هو الجرذي الذي وجد في مختبئا تحت الأرض. فهؤلاء الذين تسلطوا على عباد الله وحكموا بالأمر على أنهم أصحاب الحكم، والله إن الله عز وجل قادر عليهم، وأن ذلك التسلط منهم والزعم منهم بالحكم و
التقول على الله مؤذن بقرب زوالهم بإذن الله عز وجل. هذه الآية والله إنها لمؤنس للمؤمنين ومرهبة للكافرين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يفلتوا منا؟ والله لن يفلتوا من عذاب الله، ولن يفلتوا من أمر الله، ولن يفلتوا من حكمه وإرادته وقدرته وعزته سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يرينا فيهم يوما كيوم قارون وفرعون وأبي بن خلف وأمثالهما من طغاة العصر الذين أذهبهم الله وأذلهم. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا أيها الأخوة عبرة، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، هي عبرة للمؤمنين، المؤمنين الذين يقترفون السيئات وهم يستخفون بوعيد الله أو ينسونه ويغفلون عنه، فإن هذا أقرب للعقوبة. الإنسان أيها الأخوة الذي يعمل السيئة وينسى وعيد الله وينسى خوفه من الله لا يبالي، فإن إثمه أعظم وعقوبته أعجل. فليحذر المؤمن من أن يعمل السيئات وينسى وعد الله عز وجل وعيده ويظن أنه بذلك يعني لن يصيبه من العقوبة ما يصيب غيره، وذلك كله راجع إلى الغفلة والران الذي يكون على القلب. قال الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذه الآية أيها الأخوة فيها تطمين للمؤمنين، وفيها تأنيس لهم، وفيها حث على أن يتعلقوا برجاء الله ولقاء الله ووعد الله عز وجل. قال من كان يرجو لقاء الله، ما هو لقاء الله؟ الآخرة، في الآخرة، لقاء الله في الآخرة. فإن أجل الله لآت، ما هو أجل الله؟ الأجل العاجل في الدنيا، ومنه وأعظمه النصر، وعد الله بالتمكين والنصر. فإن أجل الله لآت أي قريب. وفي هذه الآية ما يشير إلى غزوة بدر وغيرها، والسورة سورة العنكبوت وسورة الروم فيها ما يقارب من 6 إشارات لغزوة بدر. من استطاع منكم أن يستخرجها هذا اليوم يعني قبل أن نذكرها فنرجو أن يحوز من الإخوة بهدية. 6 مواضع في سورة العنكبوت وسورة الروم تشير إلى غزوة بدر وغيرها من غزوات، لكن غزوة بدر على وجه الخصوص. في سورة العنكبوت والروم 6 مواضع أو أكثر تشير إلى غزوة بدر. أريد أن تذكر الآية ووجه الاستشهاد منها. فيها هذه من أولها إن أجل الله لآت أي وعده ونصره آت قريب، وهو السميع العليم أي السميع لدعائكم واضطراركم. وهذا يفيد ويؤكد لنا أدبا مشروعا للمسلم إذا ابتلي، وهو أن يكثر من الدعاء وأن يلح على الله عز وجل وأن يتضرع بين يديه ليجد أجل الله القريب الآتي. وذلك أمر ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله حينما يضطر إلى رب يضطر في أمره، كما فعل عليه الصلاة والسلام في بدر، كان رافعا يديه حتى سقط رداءه يدعو ربه ويستغيثه. ولهذا قال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نحن اليوم أيها الأخوة فيما نواجهه من أعداء الله عز وجل في بقاع الأرض، ونحن أمة واحدة وجسد واحد، فيما يعيشه إخواننا في فلسطين ويعيشه إخواننا في سوريا واليمن وغيرها من بلدان الأرض، والله إننا لبحاجة إلى أن نلتم معهم ونناصرهم بأعظم سلاح وهو الدعاء. من منا يا إخواني الكرام يعني يبكي ويتضرع ويلح على الله عز وجل في أن ينجي الله المؤمنين وينصرهم ويمكن لهم في بلادهم؟ قال الله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم. العليم بماذا؟ العليم بأحوالكم وأنكم تستحقون النصر بضعفكم واستضعافكم والتجائكم إلى الله عز وجل.
فهذا يدل أيضا على أن الإنسان في حاله ينبغي أن يظهر منه استنصار الله عز وجل في استضعافه بين يدي الله تعالى وصبره ويقينه وتوكله على الله. قال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هذه الآية واردة بعد ذكر رجائهم بما عند الله، وهي باعثة وفيها بعث للمجاهدة في الخير والصبر على الأذى في سبيل الله. يعني مع التجاءكم إلى الله ورجاءكم به جاهدوا واصبروا، وأن من صبر ظفر، والذين جاهدوا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فإن مجاهدتك في صبرك ويقينك راجعة إليك، عاقبتها لك والعاقبة للمتقين. ولهذا قال الله تعالى: فإن الله لغني عن العالمين، يعني غني سبحانه وتعالى عنا وعن ديننا أو عن تمسكنا وعن صبرنا، كل ذلك راجع إلينا في الدنيا بمعية الله لنا وتوفيقه، في الآخرة بوعده وجزائه العظيم في الآخرة في الجنة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ما مناسبة هذه الآية؟ هذه الآية فيها وعد للمؤمنين المفتونين الصابرين المجاهدين بأن الله سيكفر سيئاتهم ويجزيهم على صبرهم أحسن الجزاء، يعني تطمين لهم بأن ما تلاقونه من البلاء والمحنة لكم فيه عند الله جزاءين مع النصر بإذنه تعالى ووعده، وهما تكفير السيئات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، فيكفر الله عنهم سيئاتهم ويطهرهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. في مقابل صبرهم ويقينهم وتمسكهم قوبلوا بجزاء أحسن الجزاء، والجزاء من جنس العمل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإحسانهم بالصبر واليقين والتوكل على الله جزاؤه أن الله يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا لتشرك وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما وش علاقة هذه الآية بقضية الفتنة في الدين وأمر المؤمنين في مكة خاصة قرب الهجرة وما يلاقونه من بلاء ومحنة وفتنة من المشركين؟ نعم، أحسنت. ذكر الله عز وجل هنا حالة خاصة من حالات الافتتان في الدين، وهو أن يلاقي الإنسان، أن يفتن الإنسان في دينه بسبب والديه، فيكون والداه سبباً في فتنته وبلائه وأذيته بسبب دينه. فذكر الله تعالى بأنه في حالة كون الوالدان كانوا كون الوالدين هما اللذان يجاهدانك في ترك الدين ويفتنانك عن الدين، فما الواجب عليك تجاه ذلك؟ قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي الواجب أن تصبر وأن تحسن إليهما بالطاعة والمعروف فيما لا معصية لله تعالى فيه، وإن كان كافرين وإن كان يصدانك عن دين الله عز وجل. كيف ذلك؟ رجل يصدك عن دين الله تحسن إليه؟ نعم، أن ذلك أمر أثبته الله عز وجل وأمر به في حكمه برعاية الوالدين. ولذلك إخواني الكرام، ليس هناك حالة أبدا من الحالات يؤمر الإنسان فيهما بعقوق الوالدين مطلقا. وهنا إبطال لمن يزعم، من يزعم حتى من المسلمين، ونجد هذا من بعض الشباب من ييأس فيقول أن أبي على ضلالة وعلى فسق ويعني تارك للصلاة ويذمني ويسبني ويستهزئ بي،
كيف يكون له حق علي بالبر؟ أقول هذا أمر أقره الله عليك وألزمك به، فالتزم به إن كنت مؤمنا صالحا. إذا كان يأمران بالشرك وأمر الله ببرهما، فكيف إذا كان على معصية أو أمر بمعصية؟ فلا شك أن هذا يا إخوة إبطال لحجة من يقول أو يزعم إبطال حق الوالدين حال معصيتهما أو أمرهما بالمعصية. وهذه الآية قيل أنها نازلة في سعد بن أبي وقاص أو نازلة في عياش بن أبي ربيعة. سعد بن أبي وقاص حينما أسلم حلفت أمه ألا تستظل بظل سقف يعني، أو ولا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه. فجاء إلى يعني الأمر بين كما يقال بين نارين، إما أن تموت أمه وإما يبقى على دينه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالصبر وأمره بالإحسان إليها والرفق بها، و يعني مجادلتها أو محاورتها بالتي هي أحسن. فما كان منها حينما رأت إصراره إلا أن تركته وكفاه الله تعالى أمرها. وكذلك عياش بن أبي ربيعة حينما هاجر جاءه أخوه وسفيان من كان أبوه من كان أخوه من أمه وغيره، أثنان أتى إليه فقال إن أمك تبكي وقد كادت تموت فارجع إليها، والله ومحمد قد أمر ببر الوالدين. فكان بين أمرين، بين أن يهاجر ويترك أمه على ما هي عليه أو يرجع إلى أمه، فما زال به حتى رجع معهما. فلما تمكن منه قيداه وأتياه إليها وبقي في قيده حتى أذن الله تعالى له. فهذه الآية هي خطاب لكل من يواجه مثل ذلك من والديه. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ولم يقل إحسانا كما في سورة الإحقاف، فما الفرق بينهما؟ هناك قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وهنا قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يعني هنا السياق في الحديث عن المشركين، وتلك الحديث عن الوالدين المؤمنين. فهنا لما كان الحديث في سياق الحديث عن الكافر قال حسنا، وهناك إحسانا، يدل على أن الوالدين في حالة الإيمان لهما من الحق الإحسان، وأنه في حالة الكفر والعصيان لهما في حق الحسنى أقل درجة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ما ليس وإن جاهداك لتشرك بي. لاحظ أنه قال وإن جاهداك، يعني ليست المسألة أمر وإنما مجاهدة، والمجاهدة تدل على حرصهم الشديد بكل أنواع الطاقة لديهما في صرفه عن دين الله وأمره بالشرك الذي يدخل فيه أذيته وتعذيبه وتقييده إلى غير ذلك. يعني حتى وإن وصل بهم الأمر إلى أن يعذباك أو يضرباك فالأمر باق على ذلك. فمسألة المجاهدة مجاهدتهما بأي وسيلة فعل فالأمر باق في الحكم. قال الله تعالى ما ليس لك به علم. ما هو الذي ليس له بعلم؟ أي الأصنام والمعبودات التي ليس لا تعبد بعلم من الله عز وجل، ليس لها سلطان، فلا تطعهما. قال الله تعالى إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما مناسبة هذه الجملة؟ مناسبتها كأنه يقول كيف يعني يكون الأمر في الإحسان إليهما وهما على الشرك؟ فالله تعالى يقول إلي مرجعكم، حسابهما علي، حسابهما علي يوم القيامة،
إلي مرجعكم فأحاسبكم أنت على إيمانك وهما على كفرهما فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هذه الآية فيها رعاية وعناية واهتمام من الله عز وجل بشأن المؤمنين المستضعفين الصابرين الذين يواجهون ما يواجهون في دينهم. قال الله لندخلنهم في الصالحين، وذلك بعد أن توعد الكافرين بقوله عز وجل فأنبئكم بما كنتم تعملون، كأنها ترغيب بعد ترهيب. قوله لندخلنهم في الصالحين ولم يقل والذين آمنوا لهم أجر غير ممنون أو نحو ذلك، ما مناسبتها؟ مناسبتها والله أعلم أنه لما ذكر حال الابن الذي يواجه من والديه الصرف عن دينه مما يدعوه إلى فراقهما كأن الله يؤنسه، أنه سيدخله مع الصالحين إناسا له بعد أن حصل له من الوحشة بفراق أبويه أو أهله بسبب دينه، فإن الله يؤنسه بإدخاله في الصالحين في عباده الصالحين. والصالحين هنا دليل على كمالهم، لأنه قال ندخلنهم في الصالحين، فالألف واللام للكمال هنا، كما قال سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذا بيان لحال المؤمنين الذين لم يصبروا، ما صبروا على فتنة الكافرين بل طاوعوهم ونافقوا معهم، فكانوا يظهرون الكفر يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام في مكة، ولهذا نقول أن أصل النفاق موجود في مكة لكنه لم يظهر أمره إلا في المدينة. فهذه تتحدث عن المنافقين في مكة من المؤمنين الذين آمنوا ثم أوذوا فرجعوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني عذابه في الدنيا لم يصبر عليه، يقول هذا أشد العذاب، وجعله كأنه عذاب الآخرة في شدته فلم يصبر عليه. وهذا واضح في بعض الناس الذي لا يصبر، يقول يا أخي من يصبر على هذا، من يطيق هذا، والأمر أهون مما يتصور، لكن لعدم صبره ويقينه يتصور أن هذا العذاب أو هذا البلاء لا يصبر عليه أحد، بل بقوة الإيمان يهون العذاب وبضعف الإيمان يعظم العذاب في نفسه. قال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ قوله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أحسنت. هذه الآية الثانية التي تشير إلى غزوة بدر بأنه سيكون نصر، لأنه قال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن، معنى ذلك أنهم سيقولون ذلك، أو يكون المراد بها فتح مكة حينما يتمكن المؤمنون فيقولن كنا معكم من قبل ودخلنا في الإيمان. فقال الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي بأعلم بما في أحوالهم صدورهم من الصدق واليقين والثبات أو النفاق وعدم الإيمان. ثم قال الله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، تدل على أن الآية في المنافقين، كأن الله عز وجل يقول أن الله يعلم الصادق في دينه بصبره ويقينه ويعلم المنافق بتزعزعه وضعفه. وهذا واضح أيها الأخوة في الناس اليوم حينما يفتن أو حينما تطغى عليه الدنيا أو شيء من ذلك، تجده يتنازل عن أمر دينه ولا يبالي بذلك، وينصرف عن بعض الواجبات الدينية الواجبة عليه كالصلاة وغيرها ابتغاء الدنيا وعرضها الفاني أو نحو ذلك.
الله سبحانه وتعالى يقول سيتبين ذلك في المستقبل، وسيتبين أمر المؤمنين وأمر المنافقين، وكل منهم سيأخذ جزاءه عند ربه تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.